السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين الأوفياء مرحبا بكم معي من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يا ربي تكونوا دوزتوا هذا النهار نتاوى مزيان. اليوم الموضوع اللي جيت نتقاسم معكم إخواني وأخواتي هو الخطاب ديال الرئيس ديال بيدرو سانشيز، وواحد المسألة أخرى اللي هي مهمة أكثر من هذا الخطاب ديال الرئيس ديال الحكومة ديال إسبانيا، عنده علاقة بالمدرسة. الوليدات اللي كانوا غادي يرجعوا للمدرسة في النهاية ديال هذا الشهر ديال خمسة، اللي هما من قل عام حتى لستة ديال السنين. هذا الموضوع كنا تكلمنا عليه في هذه القناة المتواضعة. قبل ما نتكلم كما قلت على الخطاب في خلاصة أشنو اللي قال هذا الرئيس، الأمر اللي هو مهم ومهم بزاف اللي تكلم عليه ديال الحالة ديال الإنذار والتمديد ديال غادي يكون مغاير على هذا الشيء اللي دازو من قبل، حتى هو تكلمنا عليه في هذه القناة المتواضعة بأنه غادي يكون المدة ديالو شهر. المهم من بعد إن شاء الله نرجعوا لهذا الموضوع هذا. الحاجة اللي قلت لكم أنا مهمة بالنسبة لي بزاف، وخبر صار بالنسبة لي أنا وبالنسبة لبزاف ديال العائلات، اللي كان واحد التخوف كبير ديال أن هاد الوليدات غادي يبداو يرجعوا للمدرسة. لا الوليدات اللي كانوا غادي يرجعوا للروض، ولا الوليدات اللي كانوا غادي يرجعوا للتحضيري حتى لستة ديال السنوات. كما قلت هذا الموضوع ناقشناه في هذه القناة المتواضعة. علاش؟ أن هاد الوزيرة ديال التربية كانت قالت بأن الناس اللي هما ما يقدروش يخدموا عن بعد، في حالة إلا عندك شي وليد يعني قل من عام ولا حتى لستة ديال السنوات، وكان الراجل والمرأة غادي يبداو يخدموا في النهاية ديال المر ديال ماي عفوا، وما كانوش غادي يقدروا يخدموا عن بعد اللي هي كاينه صحو بها بزاف ديال الخبراء، فهاد الوليدات ما نقدروش نخليهم في الدار يعني قل من عام حتى لستة ديال السنوات. ولكن الاشكال فين كاين؟ هو الوليدات اللي فوق من ستة ديال السنوات، 7 سنين ولا 8 سنين ولا 9 ولا حتى 10، فراه ما تقدرش تخلوه في الدار تمام بحالو بحال هذاك مول 6 سنين بحالو بحال. احنا البارح هنا في هذه العمله ديالنا برا، ولا بزاف ديال العملات اللي رفضوا هذا الامر هذا رفضا يعني كليا، وقالوا لهاد الوزيره ديال التربيه بان هذا الامر هذا غير نسائه، الوليدات ما غاديش يرجعوا للمدرسه. اول حاجه ان العدوى باقي كدور، الوباء باقي كيدور، يعني الاساتذه كذلك كاين واحد التخوف اللي كبير. انا واحد الاستاذه اللي كتقري الولد ديالي الصغير اللي عنده 8 سنوات كانت اتصلت بي ذاك النهار وقالت لي انا غادي ندير المستحيل، غادي ندير اسكوسه، غادي ندير اي سبب باش ما نرجعش نقري الدراري في هذه المده هذه، لان الامر خطير وخطير بزاف. علاش؟ الحكومه ديالنا برا كانوا عطاوهم يديروا واحد الانكويستا. شنو هي الانكويستا؟ كما كتعرفوا هنا في اسبانيا يعني كيعطيو باش نجاوبوا على واحد الامر ايه ولا لا، شكون اللي متفق وشكون اللي ما متفقش. انا بطبيعه الحال جاوبت لا، يعني من اتصلت بي السيده هذه جاوبت لا، قلت لا انا ما غاديش نخلي الولد ديالي رجع للمدرسه في هذه الحاله هذه. علاش؟ كانوا قالوا الا رجعوا هذوك الولدات اللي عندهم 6 سنين ولتحت، حتى اللي فوق منهم كيقراو في التحضيري حتى هما غادي يرجعوا يعني. ولكن هذا كما قلت كيبقى عنده علاقه بالناس، شكون اللي بغى وشكون اللي ما بغاش. الا كانت الكميه اللي صوتات اه غادي نرجعوا الوليدات، الا كانت الكميه اللي صوتات لا كبيره يعني ما غاديش يرجعوا. وبالتالي كما قلت كان واحد التخوف كبير، راه ماشي غير هنا في هذه العماله ديالنا برا، بزاف ديال العمالات كانوا نفس المشكل، حتى هما رفضوا هذه القضيه هذه. والوليدات الحمد لله غادي يبقاو حدانا، ما غاديش يرجعوا هذه المدرسه ان شاء الله حتى السنه الدراسيه الجديده. نتمنى وربي يهز علينا هذا الوباء هذا باش الوليدات ديالنا يعني يرجعوا للمدرسه وحنا مطمئنين عليهم. هذا من جهه. المساله الاخرى اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله هو الخطاب ديال الرئيس ديال الحكومه ديال اسبانيا. هذا الموضوع كما قلت كذلك ناقشناه في هذه القناه المتواضعه، يعني ماشي بزاف هضرت على هذه المساله، وقلت ان بيدرو الاستراتيجيه ديال بيدرو، نتمنى نحط لكم هنا الصوره ديال الفيديو، الاستراتيجيه ديال بيدرو سانشيز انه يمدد الحاله ديال الانذار المده ديال شهر مره واحده. العوض باش يطلب التمديد ديال 15 يوم غادي يطلبوا المده ديال شهر باش هكا يتهنى، ما يبقاش كل مره غادي المجلس ديال النواب باش يطلب الموافقه ويديروا له العصا في الرويضه. يعني المده اللي هي يا محتمله انها يسالي فيها الحظر الصحي ولا سالي فيها الحظر ديال الانذار هي النهايه ديال 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 ماي ديال عفوا الا بغيت نقول ديال شهر 6 ديال خونيو. وهذا هو اللي حصل، وهذا الشيء اللي قال الرئيس ديال الحكومه ديال اسبانيا. بزاف ديال الناس قالوا لي انت كتخربق، وشكون اللي قال لك هذا الشيء؟ انت واش تخدم مع بيدرو سانشيز؟ واش انت كتتصل بك بيدرو سانشيز؟ حنا كنهضروا على داك الشيء اللي كيقولوا الصحافه، التنبؤات ديال الصحافه، التنبؤات ديال الاختصاصيين اللي عندهم ما يقولوا في السياسه. وحنا من هاد الناس هذوما اللي كنجيبوا هذا الخبر ولا هاد الاخبار باش كنعطيوها ولا كنتقاسموها يعني مع المتتبعين الاوفياء ديال هاد القناه المتواضعه.
في الفيديو اللي ذكرت اللي تكلمت عليه اللي هدرت في هذا الموضوع هذا، قلت بأن السياسة كلها مصالح، أعطيني نعطيك. دابا شنو اللي دار هذا السيد هذا؟ يعني دار واحد الاتفاقية مع الحزب اللي كان كيرفض يعطيه الصوت، اللي هو يا حزب في التحالف كذلك ديال الحكومة ديال كاتالونيا، اللي هو ديال إسكال رابوبليكانا. دار اتفاق، أعطيني مصلحة هنا وأنا غادي نعطيك الصوت ديالي، كذلك مع الحزب ديال بان يهودي ديال الواسك، أعطيني الصوت ديالك وغادي نعطيك مصلحة هنا. وسالت المهمة، يعني الحالة ديال الإنذار أصبحت يعني واقع دابا، وغادا تجدد إن شاء الله حتى كما قلت المدة ديال شهر، ماشي مدة ديال 15 يوم ولكن مدة ديال أشهر. المسألة كما قلت لكم باش تعرفوا بأن كاين مصالح في هادشي اللي كنتكلم فيه، جوج ديال المناطق اللي في إسبانيا ولا ثلاثة ديال المناطق ديال إسبانيا اللي عندهم واحد الصلاحية اللي ما عندش العاملات الأخرين، وهذا كيرجع كما قلت لعطيني نعطيك باش الأمور تزيد القدام والحالة ديال الإنذار يعني تجدد مدة ديال شهر. البايس باسكو يوسكادي وكاتالونيا ونابارا، ثلاثة ديال الأقاليم في إسبانيا اللي تعطاتهم واحد الكومبتنسيا انتريور، بمعنى يعني صلاحيات داخلية، يكون عندهم واحد التحكم أكثر من العاملات الأخرين باش يقدروا يسيروا بعض المسائل داخل العاملة ديالهم، يعني بلا ما يتشاوروا مع الحكومة، يعني كومبتنسياس انتريور، يعني باش يقدروا يسيروا روسهم في بزاف ديال المجالات بلا ما يستعنوا بالحكومة ولا بلا ما تعطيهم الأوامر الحكومة المركزية. يعني الأمر أصبح مفروغ منه. تكلم هذا الرئيس هذا كما قلت يعني جدد الحالة ديال الإنذار حتى النهاية ديال يعني ولات يعني شهر، وقال كنتمنوا أنها تكون الأخيرة. هذا الشيء اللي قال هذا السيد هذا، قال نتمنوا أنها تكون الأخيرة، ولكن في هاد المدة ديال شهر يعني الحكومة يعني المركزية ولا اللي غادي يسير هاد الحجر الصحي ديال المدة ديال شهر شكون هو؟ هو الرئيس ولا الوزير إلى صحة التعبير ديال الصحة، وزير ديال الصحة هو اللي غادي يسير هاد الأمر هذا طيلة هاد الشهر هذه، ما كينش اللي غادي يقول شي حاجة من تحت الكلمة ديال، يعني هو اللي غادي يعطي يعني التعليمات، اللي غادي يعطي الأوامر إلى آخره. سلفادور إلا يعني سيكون القيادة الوحيدة في فترة شهر واحد جديد في ظل نظام التنسيق مع الحكم الذاتي التي أطلق عليه اسم الحكم المشترك. يعني كما قلت تنسيق مع المتجمعات، ولكن يعني الماندو أونيكو ولا اللي غادي يسير هاد الشيء تكون ليه الكلمة الأخيرة هو هاد السيد اللي قلت اللي هو الوزير ديال الصحة سلفادور إلا، يعني كما كيتكلموا على الكو غوبرنابيليداد مع بالتنسيق مع الحكم المشترك. الحكم المشترك هو كيتكلموا على المتجمعات باش يكون عندهم كذلك يعني واحد الانخراط في هاد الحكم ديال الحكومة المركزية، يعني يكون تشاور وكذا إلى آخره. ولكن الماندو أونيكو ولا اللي يكون عنده العصا هو سلفادور إلا يعني الوزير ديال الصحة. هذا هو المسائل اللي تكلم عليهم بالنسبة لي أنا يا مهمين. قال بأن كما قلت غدا تكون آخر ولا كنتمنى تكون آخر يعني حالة إنذار. تكلم على أن ما كينش عندنا خيار خر، هذا هو الخيار اللي كاين قدامنا ديال الحظر الصحي ولا الحالة ديال الإنذار باش الناس يعني تجلس في الدور ديالها ولا باش الناس يعني تتحرك بواحد النظام. وقال بأن الحريات الفردية ما قصناهاش، هذا على حسب داك الشيء اللي قال هو، قال الحريات الفرديه راه ما قصناهاش، يعني الناس الحريه الفرديه ديالها بقات عندها، رغم كنشوفوا دابا بزاف ديال الاحزاب المعارضه اللي كيتغاوتوا على هذه القضيه، كيتغاوتوا على ان الحكومه بهذه الحاله ديال الانذار ديالها يعني هي حالات طوارئ يعني مخفيه وكتنتهك بزاف ديال الحريات الفرديه ديال المواطنين الاسبان. هنا هو هذا الامر هذا قال باننا الحريات الفرديه ديال الناس ما قصناهاش بتاتا. تكلم على ان ما كذلك واحد الحزمه ديال الفلوس ديال المال باش يعاونوا بها يعني الشركات، والشركات يعني الصغرى، الناس اللي كيخدموا الحساب ديالهم الخاص، الناس اللي هما كيستحقوها يعني اكثر. وتكلم كذلك على القطاع المالي الابناك اصحاب الاعاقه، قال لهم باش تكونوا يعني تسهلوا الاجراءات على الناس اللي غادي نعطيهم هذه الفلوس هذه اللي غادي يخصوها لهم كمساعده، يعني لا اصحاب الشركات ولا يعني الشركات الصغرى ولا الناس اللي كيخدموا الحساب ديالهم الخاص، ملي كيبغيو يهزوا شي قرض ولا شي حاجه فخاص تكون عندهم تسهيلات، ما تعصيوش عليهم ولا ما تزيروش معاهم بهذا المصطلح هذا. نتمنى نكون يعني فدتكم، نتمنى نكون حطيتكم غير في الصوره، انا عطيتكم ملخص الا بغينا نقدروا نهضروا يعني ولا نتكلموا على كل حاجه اشنو قالها يعني بالحرف، يعني راه غادي يكون هذا الشيء طويل وطويل بزاف. هذا ما كان اخواني واخواتي، نهاركم مبروك.
بالصحه الفطور ديالكم. انا غنضرب لكم موعد ان شاء الله في الموضوع الماجي، وحييكم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.